يعني جاء بطبيعة الحال استمرارا في معركتنا الأساسية معركة إسقاط مخطط التعاقد بين فلسطين والمنطقة الأوروبية. جاء كذلك تمديدا للإضراب الوطني الذي جاء الأسبوع وتم تمديده جراء يعني القمع والاعتقالات الأساسية التي تربط بعدما تم يعني إنزال وطني في مدينة الرباط، والطبيعة المعهودة لدولة العالم الأساسية يعني إصابات مالية وكذلك اعتقالات بمثل لا فقط 100 أستاذ وأستاذة قبل أن يتم يعني إطلاق سراح البعض والاحتفاظ يعني البعض تم الاحتفاظ ب يعني فئة تضم 25 أستاذ وأستاذة 15 منهم يعني تم حالتهم على المحكمة الدولية وهم من اعتقلوا اليوم الثاني من الإنزال. أما العشرة الذين اعتقلوا اليوم الأول من الإنزال يعني تم الاحتفاظ بمدة يعني 48 ساعة عقلية الإنزال اللي متواجدة في الولاية يعني في بعد ذلك تم الإحالة ديالهم على محكمة استئناف بتهم جنائية، الأمر الذي يعني ينذر بأن الدولة تحاول يعني التقدم في هجومها، تحاول يعني ضرب تنسيقية الوطنية الأساسية الذين فرض عليهم التعاقد في مقتل وفرض شروطها على التنسيقية بعدما يعني قدمت التنسيقية دروس من النضال الميداني، تحاول المساومة بعشرة ديال الأساسية ومحاكمتهم بتهم جنائية، الأمر يعني ينذر بمزيد من النضال التنسيقية الوطنية الأساسية الذين فرض عليهم التعاقد. أن كل هذه الأساليب يعني لن تقصر عزائمنا ولن يعني تعيدنا إلى 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 التعاقد. نحن متشبثون بمطلبنا العادل والمشروع هو الإكمال في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد، وكل محاولة سواء كان يعني الاعتقال أو المحاكمة أو حتى السجن لن يعني يثنينا على مواصلة الدرب النضال. نتواجد اليوم هنا كشكل قطبي بمعية يعني 4 أو 5 مديريات داخل الجهات الأرضية هي خير الحسني والمدينة بن سليمان وعين الشقر. هذه المديريات يعني اختارت أن تجسد اليوم شكلها النضالي أمام الأكاديمية الجهوية الأساسية للتربية والتكوين اليوم، تعبيرا منها على أن كل هذه المحاولات وإن تفاقم الهجوم من طرف الدولة فإن ذلك لن يزيدنا إلا تفاقما في عدد المضربين في عدد المجسدين. إذا نقول بأننا نحن من داخل التنسيقية ثابتون على المبدأ، ثابتون على خطى الشهيد عبد الله حجيلي إلى حين إسقاط يعني خطى التعاقد، إسقاط كذلك كل المحاكمات السورية الأساسية وكل الجهات الجائزة والمرفقة، وإدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية بدون قيد ولا شرط.